بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكل متابعي قناة تايجر سات، وأهلا بكم في فيديو جديد على القناة. أولمبياد باريس 2024. عشان تقدر تتابع مباريات المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 وباقي المنتخبات المشاركة أو باقي الألعاب الموجودة في أولمبياد باريس 2024، لازم تعرف القنوات اللي هتنقل، سواء القنوات المفتوحة أو القنوات المشفرة. ففي فيديو النهارده هنستعرض القنوات الناقله لاولمبياد باريس بالترددات الخاصه بيها، عشان تعرف انت هتستقبل اي امر وهتتابع على اي قناه. فده هيكون فيديو النهارده، فتابع معانا الفيديو للنهايه، لكن ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده على القناه. مش هطول عليكم، هنبدا نروح نستعرض القنوات بتاعتنا، فيلا بينا نستعرض القنوات مع بعض. كده نكون استعرضنا القنوات الناقله لاولمبياد باريس 2024. تقدر تشوف انت هتتابع من خلال اي امر وعلى اي قناه حسب قطر الطبق اللي عندك والرسيفر بتاعك. فاتمنى تكونوا استفدتم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات جديده على القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.